كيك جوز الهند مع كريمة جوز الهند. ومقادير الكيك هيكون 125 جرام زبدة، 1 كوب سكر، 2 بيضة، نص كوب جوز هند، 1.5 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 250 جرام ساور كريم، 1/3 كوب حليب. بالنسبة لكريمة جوز الهند هيكون 2 كوب سكر بودرة، 1.3 كوب جوز هند، وعندنا حليب جوز هند حسب الحاجة. أول حاجة هنعملها إن احنا هنحط الزبدة والسكر، نضربهم مع بعض، وبعد كده هنحط البيض واحدة واحدة، وبعدين هنضيف بقية المقادير. دلوقتي هنحط الدقيق، البيكنج باودر، جوز الهند، وبعدين هنحط اللبن والكريمة الحمضة. لو في جوز هند فريش كمان هيبقى حلو قوي. هنجيب جوز الهند طبعا ونكسرها ونفرم جوز الهند، هيدي طعم اجمد واقوى لطعم جوز الهند. نقلب الكيك ونحطها في صينية مجهزة بالزبدة والدقيق، هندخلها فرن على درجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي نص ساعة. ودلوقتي نبتدي نحضر الايسنج اللي هنحطه عليها أو كريمة جوز الهند. هنحط جزء من لبن جوز الهند على السكر ونقلبه، ونشوف لو هنحتاج تاني ولا لا. كده الكمية مناسبة، وبعد ما نتأكد ان السكر كله داب مع لبن جوز الهند هنحط جوز الهند المبشور برضو. لو عندنا جوز هند طازة وبشرناه هيدي طعم أحلى وأقوى للفروستنج أو للآيسنج. كده الايسنج جاهز. وده بيكون شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن. ودلوقتي نبتدي نحط عليها الايسنج.